قالت لي واحد السيد بدا كيقول لي شي هضره على الوالده. بدا كيقول لي انا فعلت لموك درت لموك درت هادي درت هادي درت هادي وهضر شوف الطريقه اللي هضر معايا بها راه ما يعني ما عنديش الجراه اللي باش نهضر معاك دابا بها. يعني داك الشيء اللي مربي فانا ما يسمحش لي نقول ديك الهضره. بغى يوصل لي ان الوالده ديالي خارجه الطريق و حاشاك فسدت معاه وعلى قبله دخلت 3 ايام في الجيور كيف كنقولوا بالدارجه ديالنا. يعني فهمتي يعني بديت كنهرس وكنت ناوي يعني نقتلو هذيك الهضره اللي قال حيت قال واحد الهضره ما كتقالش. اذا هذا هو السبب اللي خلاك تهرس الدار؟ هذا هو السبب. و فهمتي كاينين بزاف الاسباب. لقيت ما لقيتش الدعم من عائلتي. يعني فاش طحت في هاد المشاكل هادو ما لقيتش الدعم ما لقيتش اللي يشد ليا بيدي. لقيت سلوى راه تبارك الله راه عندها 7 الاولاد. يعني فهمتي يعني انا نقولك دابا انا كنعيش مع سلوى كنشوف يعني وليت كنشوف واحد الحياه غريبه بزاف. كنشوف واحد السيده كتجيب 30 خبزه في النهار. يعني كنقول راه الحياه عندها صعيبه بزاف يعني وما عندهاش وعايشه في ظروف مسكينه وهزت بيا. وكنشوف عائلتي اللي الحمد لله راه ربي عاطيهم وما شدوش بيدي وما عاونونيش. يعني شكون اللي اولى ليا؟ عائلتي ماشي هاد السيده هادي. فهمتي اختي؟ ولكن شوف هاد السيد هذا بحال قلتي طاغي باغي يطغى عليا انا. ولكن انا راه ما كنخاف من حتى شي واحد. كنخاف من الله ما كنخاف من حتى شي واحد في هاد الكون هذا كامل. واجهتها وانا علاش دخلت للجيور؟ يعني قالت لي اللهم دخل 3 ايام ولا دخل 3 سنين. يعني فهمت واش هذيك 3 ايام ما تقبلاتهاش الوالده وما تقبلتهاش انا. يعني ديك 3 ايام انا كنشوف راسي ماشي ديال دوك البلايص. انا ملي هبطني داك البوليسي قلت لي خويا فين ما هبطني راه بغيت نتشد انا والبوليسي. قلت لي خويا راه ماشي ديال هاد البلايص هادو. واش انت من نيتك انا شنو داير؟ واش قاتل واش سارق واش شنو هادشي؟ دارت شكايه وانا ما مسامحش لهاد السيد هذا. ما غنسامحش لي عند الله ولا عند القانون. انا دابا تبعت المسطره القانونيه ديالي باش نتابعو ولا ما خداش لي القانون حقي. انا من هاد المنبر هذا يعني غتشوفوا شي حاجه اللي عمركم ما شفتو. كاين هذا هو سبب من الاسباب. كاين هذا هو سبب من الاسباب اللي هرست بهم. انا اش نقول لك اختي؟ انا باغي نخوي البلاد باغي نخوي. ما دارنا ما بقيتش حامله. انا دابا مريح مع سلوى وباغي نخرج. يعني كنقول لها اختي سلوى صافي خلينا نخرج نشوف شنو ندير وما خلاتنيش. يعني فهمتي يعني صافي انا بحال قلتي كيف كنقولوا بالدارجه ديالنا طجيت. كيف ما قلت لك اختي الطريقه هذه ديال النصب كانت نصبت عليا واحد السيده من العائله بعيده شويه على العائله ولكن من العائله. فهمتي يعني كيف كنقولوا بالدارجه العاميه ديالنا ريحه الشمس في الشاقور بعيده شويه على العائله ديالنا. قالت لي غنصيفطك تخدم في الامارات في سميتو داك ويتر هذاك غارسون. فهمتي سرباي. فهمتي قالت لي عطيني 5000 درهم وصافي لكم الا عليا. انا راه عارف الظروف ديالكم. انا كتجامع ديك 5000 درهم ديالي. يعني قلت لها صافي هاك صافي عطيتها لها. قالت لي انا صافي انا غنقادلك الورق ديالك الاجراءات هذه طق. قالت لي جيب الموافقه ديال باك جيب الموافقه ديال موك صيب الباسبور صايبتو. يعني قالت لي جمع شحال من ورقه وجمعتها لها ديك. قالت لي عطيني تقول لامك تصيب لك ديك سميتو شهاده السكنه وتصيب لك شحال من حاجه صافي. وعطيتها تقت فيها جمعت لها الورق. انا صافي حمستني ملي قالت لي جمع الورق. قلت صافي راه الموضوع راه فري. وما يعني من الاول راه كنت عارف الموضوع فري والسيده ما غتنصبش عليا وهادي حيت من العائله ما يمكنش دير معايا هاد الهضره هادي. راه ما فخبرش الوالده وحيت الوالده ما عارفاش السيده نصبت عليا في 5000 درهم. يعني ملي قلت لها غنلتجأ للقانون بدات كتهدد فيا. صافي قلت راه كتهدد في اللايفات راه صافي حتى هي عندها قناة. صافي كتهددني صافي راه ما هضره. ولكن السيده بدات كتطبق. بداو كيتعرضوا ليا كل صباح. يعني ملي كنبغي نمشي للمدرسه كيتعرضوا ليا الناس اللي مصيفطاهم هاد السيده هاد. انا هادشي راه عندي عليه دلائل وعندي راكم. كان عندي دابا تليفوني غنوريك كلشي. وتا مؤخرا تسرق ليا وليت شاك في هاد واللي
اللي كيهدوني سرقوا لي التليفون، حيت انا تسرق لي التليفون واحد السيكتور ديالنا، حيت السيكتور ديالنا كلشي كيعرفني، ما يمكنش يسرقوني ولاد الحومه ديالنا، فهمتي؟ باش يدوا لي التليفون. خصني نقول لك الصراحه، انا ما بقيتش حامل الدار ديالنا، ماشي ما بقيتش حامل الوالده، ما بقيتش حامل الدار ديالنا، ما بقيتش كنرتاح، ما بقيتش لاقي الراحه ديالي. ملي كندخل لدارنا كنتخنق، يعني فهمتي، ملي كندخل لدارنا كنحس بحال شي واحد قاهجني، فهمتي؟ يعني ما بقيتش حامل الدار ديالنا. دابا انا عندي واحد السوجي، باغي نمشي، باغي نخوي البلاد. صافي فهمتي، تجيت بغيت نخوي البلاد. يعني شوف، انا ماشي كنقول بلادي خايبه، بلادي ما عطاتنيش، بغيت نشوف بلاد اخرى. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.